لليوم التاسع على التوالي منذ قيام مسلحين مجهولين باختطاف الطبيبة الأوزبكية من وسط مدينة مأرب واجتيادها إلى منطقة مجهولة، تتواصل المسيرات الاحتجاجية المنددة التي شارك فيها العشرات من أبناء المحافظة ومنظمات المجتمع المدني والكادر الطبي بالمستشفى العسكري بالمحافظة، منددين بتقاعس الجهات المختصة الأمنية في الإفراج عن الطبيبة الأوزبكية وإلقاء القبض على الجناح لينالوا جزاءهم العادل ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه في القيام بمثل هذه الأعمال. نحن موظفي مستشفى مأرب العسكريين لدينا ونستنكر العمل الإرهابي الحقير الجبان الذي عمل على جريمة اقتطاف هذه الممرضة الأوزبكية وهي تقوم بمداومة عملها في مستشفى مأرب العسكري. إنسان يؤدي عمله في المجال الإنساني خدمة الإنسانية يؤدي إلى أن يختطف، وخصوصا أن تكون مرأة، فهذا شيء مؤسف. وأكد كبير الأطباء بالمستشفى العسكري بمأرب الدكتور أحمد ناشر إن احتجاجتهم هذا وإضرابهم عن العمل سيستمر حتى يتم الإفراج عن زميلتهم المختطفة، فيما نفى محمد صالح القحاطي المتهم باختطاف الطبيبة الأوزبكية شقيق السجين بالعاصمة صنعاء ما تناولته بعض وسائل الإعلام والجهات الأمنية حول قيامهم باختطاف الطبيبة الأوزبكية، ودعا وسائل الإعلام لتحري المصداقية وأن اختطاف الطبيبة الأوزبكية جريمة كبرى وليس من شيم وقيم أبناء مأرب أو أي يمني، وإن الاتهامات لا أساس لها من الصحة. يريدوا أن يتهمونا بأشياء ما هي عندها، طيب يجبروني ان ارجع يعني الى امور ما اشتي ارجع لها. انا هذه الامور لا تشرفنا ولا نشرفنا، يعني عيب ذا الكلام. بدورهم ابناء القبائل بمحافظه مأرب اكدوا مساندتهم لاجهزه الامن في متابعه الخاطفين اينما كانوا واينما وجدوا، ولكن اجهزه الامن لم تفعل دورها وجهودها للبحث والتحري حول مكان المختطفه الطبيبه وسرعه الافراج عنها، مطالبين التحرك السريع. لقناة اليمن اليوم عبد الوهاب نمران محافظة مأرب.